يا مبو. شو شايفتك فرحان كتير بهالوظيفة الجديدة؟ عجبتك ما هيك؟ وصلت عجبتني ما عجبتني لك أمي، بس شو بدي أعمل؟ هذا اللي صحح لي مثل ما بتعرفي، 3 سنين وأنا عم دور على شغل، هذا اللي صحنا الحمد لله رب العالمين. هو لو كنت مكمل جامعة كان صح لك وظيفة أحسن، ولا أنت شو رأيك؟ يا أمي يلي مضى مضى، بعدين شو بالشغل بالسكك الحديدية؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما بعرف، بس إذا جيت لرغبتي بتمنى أكون شوفير قطار وأكون كل يوم ببلد. شغلة حلوة. الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب. على هو ملكاتي بالاستمارة، رغبتك الأولى هي سائق قطار. مزبوط سائق قطار. آسفين ما مشي الحال، لأنه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وأنت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مزبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية. لك شبكون يا شباب، خليكم بالدور. لكينا حلب زبدي على حلب؟ ايه كم معينا. يا بكير عفو، كيف تزاكر على الحلب؟ ما قلت لي امي عبد ان شاء الله مرتاح بهالوظيفة. ماشي الحال، نعمل كريم. بتعرف شو عم فكر لك امي؟ لا والله بشو عم فكر لك امي؟ عم فكر طالما انك استلمت وظيفة وصار عندك ايراد، ليش هلا ما اخطب لك؟ تخطبي لي؟ ليش لا؟ هي عنا بيت والحمد لله. لا امي، شو هالحكي هذا؟ ما صار لي 5 شهور عم بشتغل، شلون بدك تخطبي لي؟ ما صدقت انت وفيت اللي علي، شو هالحكي؟ ما رح يهدى لي بال ولا اتهنى بعمري حتى جوزك وشوف اولادك قدامي. تذكرة على حلب زي بتريد. تذكرة على اسطنبول مع منامي لو سمحت. مين حسان؟ عبد الحليم؟ لك معقول؟ ليه بتسيت حسان؟ شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شو عم تعمل هون؟ شوفت عينك موظف. هو قديش صار لك عايش بهالقفص؟ يعني شغلة سنتين جماعة. مشينا إذا بتريد يا أخي. طول بالك. طول بالك. يلا دقيقة، ليك. هي كرتي، هي رقم تليفوني. اتصل فيني، لا تأخر علي، عم بستناك ها؟ إيه خلص ولا يهمك. ماشي؟ أهلين بسيت حسان. السلامة. تذكرة على حمص. واقف عشان بعد ما خلصت تجارة واقتصاد عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. أيوة معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين مسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كليات، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفهم. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي حلو. اي والله يا عبد الحليم
ما في أحلى من السفر. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. بتشوف بلاد أشكال ألوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطان بتاخد العقل. يعني بالنهاية السفر متعة كبيرة. صحيح، أنت ليه ما بتسافر معي؟ أنا؟ إيه أنت؟ لوين بدي سافر معك؟ أنت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف يلا. بالنسبة لي يعني بحب سافر على بلدان كتير، هاي دول اللي قلت عنها هدول، بس أنا بحب أروح على إسبانيا، بيقولوا حلوة كتير، هيك قالوا لي، ما بعرف. إيه والله يا عبد الحليم، حلوة كتير كتير، أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من التاني. إيه ودخلك قديش متكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خليها على حسابك؟ لا بالله قديش متكلف السفرة؟ يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكثر. حلو حلو كتير، خلص بس دبر المصاري بحاكيك بقول لك. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت. يعطيك العافية أمي. أهلين ماما، الله يعطيك العافية. تفضلي أمي، هاي المعاش، الله وكيلك ما أخذت منه غير 500 ورقة. إنه بدي أعرف يا أمي ليش عم تصمد كل هالمصاري؟ وشو عرفك إني عم صمد؟ لقيت على رف خزانتك مصاري وأنا عم مسح غبرتها. إيه مزبوط، إيه خلص بعدين بقول لك أمي بعدين. شو عم تخبي على أمك يا درسان؟ لك مو صدق باي ما تخباي، أمي بتعرفيني لما أكون هيك تعبان وماني آكل ما عاد أعرف أفكر ولا عاد أعرف أحكي، خلص بس آكل بحكي لك. على عيني ما عاش الجوع. إلهي يا عبد الحليم يبعث لك وحدة تساعدك وتريحني. خلصنا عليك. يلا دقيقة بس دقيقة. السلام عليكم. أهلين أبو عمر. شو القصة أبو عبيد؟ مو جاي على بالك تقبض اليوم؟ ليش إجا المحاسب بالبنا؟ إيه نعم إجا. وبحب بشرك انه طلع لكل واحد منا 2500 ليرة عمل اضافي. شو هالحكي؟ ايه بتما عملها هلا انا بطة. طيب ابو عمر اذا كانت عيونك في مجال تقعد محلي شي 10 دقائق بس لبين ما اروح اقبض واجي اذا ما فيها سئلة. ها ايه تكرم عينك، لك على عيني وراسي. الو الو مرحبا، دخيل عينك، ممكن احكي مع الاستاذ حسان؟ ايه الو الو مرحبا حسان، كيفك؟ عبد الحليم اهلين فيك. ايه سيدي المبلغ صار جاهز وانا جاهز للسفر. ايه لا كله تمام ماشي، امتى بدك نتواعد؟ انا جاهز. ايه مع السلامه مع السلامه. كله بيصير مو مشكلة. انت معك جواز سفر؟ لا ما معي، بس من بكرة بس عافية. بدي اقول لك شو مشان الفيزا؟ ما عليك،
الفيزا أنا بدبرها، بعرف ناس كثير بالسفارات. طيب قديش تتوقع تكون مدة السفر حتى أسحب إجازة مشان أعرف يعني شغلة 20 يوم. أول شيء عندي 5 أيام شغل بإيطاليا، بعدين منكمل أنا وياك على إسبانيا. إيه بالمناسبة هي إسبانيا، تفرج منيح وشوف وين حابب تروح مشان ننظم برنامج السفر أنا وياك من هلا. ايه مزبوط هذا هو. وهذا جامع قرطبة. ايوه مزبوط. عمل يا قلاده. هاي انهار وجبال. مساء الخير عبد. اهلين امي. اهلين، تاخرتي. ايه والله تاخرتي شوي لاني رحت لبيت خالك. وشلون خالي ومرت خالي؟ بيسلموا عليك. الله يسلم عمرهم يا رب. طب وغيدا؟ غيداء رح تطير من ايدك يا افندي وانت قاعد ولا على بالك. شلون يعني؟ من 3 ايام اجاها عريس زنجيل وغني ومرت خالك موافقة. وغيداء؟ لسه بيقول لي غيداء. شو بدك البنت تجي تترجاك حتى تخطبها؟ لا بس انا يعني بلا بس بلا مس. انت بتحبها لهالبنت ولا لا؟ بحبها امي، بحبها. لكان شلون لكان ما بحبها؟ لكان من بكره منروح نطلبها انا وياك من خالك رسمي مشان ما تطير البنت من ايدنا ونندم انه ضيعنا وقت. وانت مثل ما بتعرف البنت حلوة وآدمية وانا بحبها من جوات قلبي وما عندي عليها اعتراض ابدا. امي بس المشكلة انا ما معي مصاري هلا. ما معي. ما معك مصاري؟ لكن هدول المصاري اللي عم تصمدهم مشان شو؟ اهلا وسهلا بس يا حسان. الحمد لله على السلامه. على انو سفره منه؟ ليش كم سفره سافرت بهالكم شهر؟ بالفتره الاخيره سافرت كذا سفره، على ايطاليا ورومانيا واخر شيء على قبرص، وهي السفينه الحلوه جبت لك اياها من هنيك. عجبتها؟ حلوه كتير، كل ما شفتها رح اتذكرها. لك انا بس بدي افهم شلون قدران تصبر على هالقعده بهالان؟ شو بدي ساوي؟ شغلي غير. شو بدي اقول لك؟ ديان خلص. رحت على اسبانيا شي؟ ييي اسبانيا رايح لها كذا مرة، اسبانيا بلد بياخذ العقل. بس بصراحة أنا كان بدي أروح لها مشانك. هلا أنت مو ناوي تعمل لك شي سفرة بهاليومين؟ ناوي، بس عم بستنى لحتى أستغل فرصة. إيه فهمت علي. طيب والمصاري؟ مو مشكلة. بيني وبينها زملائي هون بالشغل عاملين جمعية بشغلة 12,000 ورقة. بس مو هلا راح أقبضها، بعد 5 أشهر. طيب. بس يصيروا المصاري جاهزين خبرني وانا بدبر لك سفرتك. بس بدك تستعجلها، بدك تستعجل الاسعار كل ما عم ترتفع. ولا يهمك انا مصمم باذن الله. طيب ماشي. هلا اعطيني بطاقه منامي على صوفيا. سفر ومنامي. تكرم طيب. عينك حلوه كثير. يسلموا ايديك. ليه بس يا حسام الله معك. هيدا سافرتي شي مره؟ طبعا سافرت. لوين سافرتي؟ سافرت مرة مع المدرسة على الساحل، ومرة يا سيدي طلعنا على حلب، ومرة على سد الفرات، ومرة على تدمو. بك مو هيك قصدي، قصدي يعني سافرتي شي مرة هيك برات البلد؟ سافرت مع أبي على مصايف لبنان. تعرفي لغيدا؟ في إلي رفيق اسمه حسان، إذا مو داير داير صار داير له شي نص العالم. إي سيدي تهنى، بتعرف؟ بعد اسبوع مراجعة الطبيب بتروح معي ولا باخذ عمتي؟ لا خدي عمتك، خدي عمتك حبيبتي.
معنا. أهلا يا أبو عمار. انبسط يا عم، جيتك مصاري الجمعية عدا ونقدا. يسلموا ايديك، الكل دفعوه؟ يا سيدي الكل دفعوا ما عدا كامل لأنه أخذ إجازة. إيه مو مشكلة مو مشكلة، بس يرجع أنا باخذ منه. هات الله أصبح أمسيك، هي 10,000 ليرة عدن أخي. يسلموا ايديك يا أبو عمار، يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو رح تساوي بالمصاري؟ في براسي موال بدي غني. إيه مثل ما بدك. السلام عليكم. يا أمي غيداء، أمي يا غيداء، أمي يا أمي. ولي يسلم ايديك. هو ايديك خير امي؟ شلونك غيداء؟ مبروك يا امي، اجاك مهند. الله يبارك بعمرك يا امي. شو وينه؟ حطيناه بالحاضنه لانه مسبق شهر ونص. باينته مستعجل كثير على الجاي على الدنيا. مبروك غيداء، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. ليش ما خبرتوني؟ حاولنا كتير نتصل فيك بس الخط عندك كان مشغول. وما رديت الدكتورة إلا بعملية قيصرية. ايه طبعا، لأنه كانت عم تنزف كتير وكان في خطر عليك وعلى الجنين. مو مشكلة حبيبتي، مو مشكلة، المهم تقومي بالسلامة انت ولا صغير. ادخل. استاذ تفضل معي المحاسبة مشان تحدث على الحساب. تكرم عيونا. امي معك مصاري؟ معي. يا سيدي قديش بدك تعطيني دفع هلا؟ والله ما بعرف قديش بتاخذوا انتم بالعاده يعني. قد ايه؟ هات شي 10,000 هلا. ماشي تكرم عينا. شرف. هاي رح اعمل لك وصل بالمبلغ. بالدور يا سيد بالدور. يعني وإذا ما وقفت بالدور شو بدك تعمل؟ سي حسان مو معقول لك. لك أهلين بسين حسان. شو لساتك عايش؟ أنا اللي لساتني عايش. تفضل جبت لك هي معي مشان تعرف إنه أنا دائما بفكر فيك. شو ها؟ هي حرير طبيعي جبت لك إياها معي من الصين. ليش كنت بالصين؟ وقبلها كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا. بس أنا بدي أفهم شغلة واحدة، ما مليت من القعدة بهالقبر؟ مليت والله يا سيد حسان، بس شو بدنا نعمل؟ يلا كله كم شهر وبطلع تقاعد، وبعدين إذا الله أعطانا عمر ويسرنا أمورنا بسافر معك على أسبانيا. يا سيدي ميت أهلا وسهلا ونعم الشريك والله. بس حط بمعلومك السفرة صارت تكلف كتير. ها ولا يهمها، رح أقبض من النقابة وغيرها تعويضات نهاية الخدمة. بيطلعونه شغلة 200,000 ورقة بيكفوا؟ شلون ما بيكفوا؟ بيكفوا وبيزيد منهم كتير. خلاص معناتها أصبح اعتبرني خلاص سافرت معك ومشي الحال. عظيم، بس فهمني إمتى تماماً رح تطلع تقاعد؟ ب1/5. حلو كتير، معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف. والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلع جواز سفر؟ تفضل. يا عيني عليك. تمام تمام،
معناتها انا رح ابلش اسعى بالبياس. هلا انت مو باقيان علي غير تأمل لي شويه عملي صعبه. ولا يهمك، كلياتهم اما اي مين. اوه تمام عبد، شو رايك نسافر بالطياره؟ لا 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 لا، شو هالحكي؟ طول عمري عم بحلم سافر بالقطار. سفرت عالم خير الله، ما بيطلع لي سافر مرة أنا؟ ولو؟ أنت اللي بيطلع لك. خلص راح نسافر أنا وياك بالقطار. إمتى؟ الأسبوع الجاي مثل اليوم بلاقيك بالمحطة. وأخيرا أخيرا رح أقطع أنا هالمرة. يا سيدي مثل ما بدك، طاع أنت. الرجاء من السادة المسافرين على علامة القطار 44 والمتجه إلى حلب عن طريق 5 وحلب التوجه إلى رصيف 16. الرجاء من السادة المسافرين على علامة القطار 53 والمتجه إلى اللاذقية عن طريق 5 التوجه إلى رصيف 16. أهلين عمي. حضرتك الأستاذ حسان؟ إيه نعم. أنا مهند ابنه لعبد الحليم. لو سهلا عليه ما شاء الله. وشو صاير شاب؟ الله يخلينا يا جماعه. شو وينه البابا؟ والله بابا مريض شوي ما راح يقدر. خير ان شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمو بيقول لك البابا بقدر انا اروح على اسبانيا محله؟ انت؟ ايه انا. معك جواز سفر؟ ايه معي، بابا طلع لي اياه مع جوازه، قال الا ما يلزم شي نهار. هاتوا لقلك الأسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالك حتى تسافر معي على الأسبوع. امشي لوصل.